مرحبا بكم. اليوم جولتنا راح تكون في أسواق الشعبية في منطقة بيادر وادي السير، وخصوصا في شارع مشهور ومعروف في وادي السير، شارع قديم أيضا. هذا الشارع يلقب بشارع عطاء علي، نسبة إلى محل مشهور كان موجود في هذا الشارع، ومكان من أوائل محلات الحلويات اللي فتحت في عمان، والكل بيعرفه والكل سمع في محل حلويات وبوضة وهو عطالي. بهذا الفيديو راح تكون نختص بموضوع المطاعم والأكل في هذه المنطقة. أيضا راح نكون، وبما انه الشركس يكون من يعتبر من المكونات الرئيسية في مجتمع وادي سير ومن اوائل المجتمعات التي استوطنت هذه المنطقة، فلذلك لازم علينا ان نتعرف على المطبخ الشركسي من خلال مطعم تابع للجمعية الخيرية الشركسية وهو مطعم سماور، وايضا نتعرف على أكلة تراثية أردنية فلسطينية وهي الزلف. لذلك موضوع الفيديو شيق جدا، تابعوني لنهاية الفيديو لأنه أنا متأكد ما راح تحسوا بالوقت وأنتم تتابعوا هذا الفيديو. وأيضا قبل ما نبدأ أرجو لا تنسونا بالاشتراك في القناة والإعجاب، يلا نبدأ الجولة. احنا هلا في سماهر ريستورانت اند كيتشن اللي هو المطبخ الشركسي، مشان نتعرف على الاكلات الشركسيه. اللي ندخل. مرحبا، كيفك؟ هلا ستناي، خلينا نعرف اول شيء على ستناي. مين ستناي؟ هلا ستناي انا اللي عرفته انه اسم شركسي مشهور، انا اول مره بسمع فيه، بس له وراء اسطوره. نعم، وراء شيء هيك قصه يعني، صح؟ نعم. هيك يعني. ف استاذ رقوة. نعم بالله. ابن الصخر. نعم ابن الصخر. نعم. حلو الاسم، ويعني ابن الصخر. هو لا ستناي باللغة الشركسية. هي ستناي الأسطورة. كان في أميرة اسمها ستناي، كانت الصخر. الصخر وطلع منه بوبو بيبي. والله يسموه ابن الصخر. ستناي، ضلك احكي مع الصخر معنا. ستناي. ستناي. ستناي بدي ألفظها مظبوط. أسطورة مشهورة عند الشركسية. نعم. اوكي، هلا انت اللي مسؤوله هون عن ال. انا رئيسة الفرع النسائي للجمعية الخيرية الشركسية. اوكي، والمطعم هذا انت بتديريه يعني؟ المطعم يدار من قبل الفرع النسائي. النسائي اللي هو اللي انت رئيسته. هو جزء من الجمعية الخيرية الشركسية المركز. اوكي. والجمعية الخيرية الشركسية لها 7 فروع، احد فروعها هو الفرع النسائي اللي موجود. اللي موجود. نعم. ممتاز. نعم. ممتاز، خلينا هيك. في مطعم، في كمان مطبخ انتاج البحر. هلا بدنا نصور ستناي. هاي ستناي، احنا يوميا عندنا وجبه فطور. فطور وبرانش ببلش من الساعه 9:30. ايوه. وبنتي الساعه 2:00. وبنقدم فيه بوفيه مفتوح للزباين. قديش تقريبا سعر على الشخص الواحد؟ حاليا 9 دنانير ونص. يشمل كل شيء لانه بوفيه مفتوح. هو مع امريكان كوفي. صح، بوفيه مفتوح. ايوه، كل شيء موجود. ببلش من اي ساعه؟ 9:30 للساعه 2:00. لانه احنا معتبرينه برانش. برانش، ما هو واحنا بنفس الوقت بنستقبل زبائننا. هذا ما شاء الله، لانه في زباين منيح ما شاء الله. بس هو خليط، مش كله يعني اكل شركسي طبعا. لا زي ما طبعا انا شايف الشركسي اللي هو هون عندنا، هاي اسمها كوي جابخة. هذه كوي باللغة الشركسية. جبنة، هي عبارة عن جبنة شركسية ومعاها قشطة. ايوه، بتنطبخ وبتنحط بصحن وبتحط فوقها الصلصة. الصلصة الحمراء اللي هي عبارة عن سمنة او زيت او زبدة، بتنقلها مع بصل. أيوة. نحط لها بابريكا وفلفل
فلفل احمر يعتمد كل واحد ايش بيحب قد ايه حد، وبتحطه فوق ال فوق ال خلطه عجيبه يعني بهاي الطريقه. هي مكونها جبنه الاصلي، جبنه وقشطه وقشطه. احنا الاكل تبعنا دسم جدا، دسم دسمه لانه الجو عشان فيها هذا كالوريز يعني ليوم الكالوريز، هذا كالوريز كثير. فهاي اسمها ويجابخه، ويجابخه هاي اكله شركسيه واحنا بنقدمها بالفطور. حلو. هلا هون طبعا بنعمل اومليت حسب الطلب. هذه المعجنات العاديه. وهون القلاية والفلافل. القلاية هلا بلشت تحكي انت بلغتنا. ايوه هلا هون عندنا انواع حلفة، عندنا حلفة بطاطا، هذه اللي الشركسية حلفة البطاطا انتم مشهورين فيها. حلفة البطاطا هذا بيور شركسي، اكل شركسي معجنات. ايوه نحشي بطاطا، بنحط له شوية فلفل اسود، بابريكا حسب التذوق، حلبة جبنة طبعا نستخدم الجبنة الشركسية. هذه الجبنة الشركسية هي ليش مكونها هي هلا شو بميزها يعني عن الجبنة العادية؟ فيري نيوترال يعني ما فيها ملوحة وما فيها صحيح حلاوة، هي نيوترال الجبنة. أنا كنت أجيبها عادية نشتريها لأنه حلو ما فيها ملوحة، هذه حلاوة ما فيها ملوحة، بدوش يقعد الواحد يغليها هي نفسها اللي بنستعملها اللي بتستعمليها في هذه الأكلة. الأساس تبعها وهون بنحشيها برضو حسب التذوق، بنحط لها شوية ملح شوية بابريكا كل واحد حسب الأكل. في ناس بيحطوا هذه أشهر تقريبا احنا بصل. اللي بنعرفهم هدول التنتين الحلفة والجبنة اللي فيهم كتير احنا يعني هلا هون الأركيتزا. أركيتزا اسمها أركيتزا اللي هي نوع من أنواع الخبز تشركسي. خبز يعني ممكن تستعمل طحين القمح، ممكن تستعمل طحين عادي. بنحط بنعجن بمي وشوية زيت وملح ما بتخمر. وهذا عادة بناكله مع الجبنة، ناكله مع الططالي، وناكله مع ما هو الخبز. شوف الرغيف، هذا الرغيف، رغيف صغير شوف أحلى. كل حسب القبائل، كل قبيلة بتعمله بشكل مختلف. ايوه هلا هون معمول بالمطعم عندنا بشكل صغير، وفي ناس بيعملوا اكبر كقبائل. في ناس بيعملوا اكبر وبيكون الشكل مختلف قليلا. حلو. هلا هون هاي اسمها اللقم. اللقم هو بيسكلي زي الدوناتس السادة. ايوه هو عبارة معجون طحين ولبن طبعا وملح وسكر، وزي طعمة الدوناتس السادة بيطلع. اوكي زي دونات سادة يعني اسمه لقم. نبدا نتذوق الاكل هلا. خلينا نشوف كيف، خليكم معنا بقصه التذوق ونشوف كيف طعمة الاكل. جدو كان يشرب. انا بتذكر هم كان عندهم تعمل بطول. بدنا نشوف اللي هاي طلبنا يا زلمه كول لا شوف هاي اللي عندك بدنا نشوف الصوص ايش هذا اللي اسمه عجيب شبشكي شيء شبجداغه هذا شبجداغه خلينا السعر تبعهم نفس الشيء الجبنه ولا بفرق لا بقدر شيء الكميات اللي احنا بنحتاجها وما راح نزل بصحه بس جيد شكرا. خفيف جيدة صراحة. شايفين هاي جيدة خفيفة بعدين مش يعني لا لأنه باستا يعني مش تقيلة وبرغل البرغل خفيف ومي وملح ما فيش فيه دهن خفيف يعني هيك أنا بفضل عادة ولكن السعرات الحرارية الكالوريز بالصوص بالصوص اللي هو دوغ الدجاج كمان هلا بدنا ندوق الدجاج
هذا بالشبس الجاج بس صراحه طيب كثير. صحتين وعافيه. هلا انتم هذا اذا طلبات خارجيه تواصل موجوده كل الاكلات اللي شفتها، وفي عندنا اكلات كثير طبعا بنقدمها بالمطعم بفتره الغداء على كارت، يعني بيقدر الزبون يجي ويطلب حسب الوجبات الساخنه الموجوده على المنيو. اي شيء ثاني موجود عندنا بننتجه بالمطبخ الانتاجي بيقدر يطلب على كارت على المنيو يعني. طبعا بقسم الطلبات في عندنا قسم خاص للطلبات، بنطلب وجبات شيبس باستا، ممكن تطلب وجبه فرديه، ممكن تطلب جاجه جاجتين، اللي عنده عزايم بطلب من عنا، وممكن يعني نعمل كاستمايز، يعني اذا في حدا بحب التومي اكثر بالشيبس بحب الشيبس داغه حد بخفف التوم نزيد التوم، بنعمل يعني كاستمايزيشن للاكل. بدك شاي؟ مش غلط شاي بس جاش طعمه برضو كويس. هو المفروض مارينيتد كويس ماخذ الفليفر، مش دجاج مشوي البهارات برضو دجاج هوا دجاج بالبهارات تبعتنا اللي احنا متعودين عليها هون ما بزبط. لا هي منكه منكه لاحظوا للطبخه هاي. شايفين اسواق البيادر. هلا احنا عند اقرب من شارع عطا علي، محلات حلويات النجمه، شايفين كيف اسواق البيادر. محلات تجارية ومطاعم، وهي إشارة عطا علي. بشر بن عرام، خلينا نتمشى شوي بالشارع. جميع طبعا مليان، كل في مطاعم، أنواع المطاعم. أنواع المحلات التجارية. Thank you.
نقطع الشارع نشوف ايش موجود. مطعم صيدان الشام، مطعم شعبي بسيط، عنده شاورما زي ما انتم شايفين، دجاج مشوي، معجنات، يعني بتاع كله ممكن نحكي. برضو هون في سوق كمان بشارع فرعي هيك قديم. هنجري ويلد، هنجري سبيشال. في محلات سجاد، محلات هون، محلات سجاد موكيت كمان، كله عالم الأثاث، كافتيريات. هلا هون شارع كمان تجاري ببادر وادي السير، في بيوت كمان قديمة، يعني البيوت على الطابق الفوقاني. هذول بيوت قديمة، بيسألوني ايش بتصور منهم على اليوتيوب، كله هون أثاث. هاي المنطقة لاحظ متركزة محلات خضار وفواكه. في شارع تجاري بامتياز. نزلنا بوادي السير بشارع طالي وبدي اقطع هون برضو القطعة، نقطع الشارع
شايفين الجو اليوم حلو ودرجة الحرارة حوالي 14. في محل فاميلي كيك هون نشوف كيف نكتب البرجر. برضه هون في منطقة سكنية، في يعني مناطق تجارية ممزوجة مع مناطق سكنية. دخلت على مطعم شهرزاد للمشاوي. طبعا مطعم شهرزاد مشهور، عنده فرع كمان في البلد من المطاعم الشعبية والمشهورة بالمشاوي. خلينا نشوف هيك ناخذ فكرة عنه. انا شايف كمان عنده مخبز. مخبز بيعمل خبزه الخاص. اي شباب بالفرن. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم العافية شباب. هذه عرايس. هاي المنيو. حتى الآن في أسواق البيادر الشعبية وخصوصي في شارع عطاعلي إنه كل إشي موجود بهذا الشارع أو حتى هذه الأسواق. إذا كان سيارة بناشر لبنشر للسيارات، ميكانيك للسيارات، للبيوت أثاث، موكيت، في عندك كمان أنواع الأدوات الصحية احتجت، إذا كان لبيتك، إذا بدك تأكل أنواع الأكل من مشاوي لا مناقيش لا فلافل لا حمص، يعني او من من الاسواق النادره اللي انا اثناء تجوالي في الاسواق الشعبيه في عمان غير البلد طبعا موجود متوفر كل شيء في هذا الاسواق. يعني كل شيء موجود، تنوع فظيع في المحلات للبيتس للحيوانات الاليفه، ايش بدك موجود في هذا الشارع وهذه الأسواق وبأسعار طبعا في تنوع في أسعار منافسة.
هلا جيت على محل بيعمل زرب مشوي. طبعا هذا محل الطلبات فما فيش فيه قاعده. هلا بدنا نشوف ايش الزرب كيف بيسويه، وبيسويه على الطلب طبعا. بنشوف الزرب كيف بيسويه محل وعنده طلبات كثيره، زلمه معجوق. ولكن ايوه هلا هيك بده يطلع طلبيه. وايش فكره الزرب؟ هي براميل تحت الارض، هي نظام الاكل بالقديم اصلا يمني. براميل تحت الارض عباره عن حطب بتولع بعدين بتندفن تحت الارض، وبيتم عمليه سواها على درجه الحراره فقط، يعني بكون شيء ناقص. بدنا نعرف الناس بكل كيف الطلبات، انت كيف الاسعار، يعني كيف على ايش؟ احنا بشكل عام هون متخصصين انه الشغل عندنا بيكون احيانا موجود طلبات، تمام؟ البيع المباشر موجود اكيد. بيكون عن طريق الاتصال رقم التليفون المرفق التليفون اللي حضرتك اكيد هسه. هلا راح احط رقم التليفون انا اخر. فرعين، فرعنا الاول في حي نزاج، الفرع الرئيسي، الفرع الثاني في بياد الوقت السير. متخصصين في الزرب من 10 سنين تقريبا، هسه بتشوفوا ان شاء الله كيف بيطلع. هلا بدنا نشوف كيف بيطلع، لانه المحل بسيط بس ظاهر يعني بيعمل شيء. ما عليك ولا يهمك. هذا رز كبسه. طلع هذا طبيخ عادي على الغاز، هذا الرز الكبسه. بس صراحه الرز يعني باين الزرب يا جماعه، الزرب تحت الارض هلا، تحت الطبيخ هلا بنطبخ. هلا بس يطلع من صوره. احنا معليش عجقنا، جيت على صاحب المحل بدون اي سابق انذار. حياك الله. معليش لا ولا يهمك. انا ما عندي لحم، انا بجيبه وبشتغله للزبون. الزبون بالعاده عندي هو متعود انه هو يجيب لي اللحمه تاعته قبل بيوم. ممتاز. بشتغل اياها والله صحيح على طلبه مع الرز. مع الرز هذا احسن والله يجيب اللحمه تبعه. الدجاج موجود عندي، دجاج في دجاج ونص، في دجاجتين، دجاج كيلو ونص، ثلاث دجاجات. بيقدر الواحد حتى يجيب الدجاج تبعه اللي الا استلام من المحل. نعم. كسر عندك فاضي. هذا الزرب قاعد بيطلع من الدخان هذا. وهذا ال بنزلوا ال بنزلوا الهوك عشان يطلعوا الزرب. شايفين كيف بنزل الهوك؟ هوك بيشتغل على موتور عادي. وفي واحد يا سلام، شوف كيف بيطلع من ال الله، بيمشي على الهوك. وحتى في سكة بيمشي عليها إذا لاحظتوا. والله يعطيهم العافية الشباب، هي مركب سكة مع هوك وموتور. والله هيو بنزل. تفضل. احنا ذا الشباب يعطيكم العافية. هاي عبارة عن خدمتين. نعم. القطعة الثانية اللي فيها طنجرة. القطعة الثانية. هذا ايش، دجاج ولا؟ دجاج. شوف سخن دجاج، يا سلام طلعوا الدجاج السخن. هلا طلع من الزرب. ما شاء الله. والريحة. مش راح تطلع الريحة بالكاميرا بس طالع علي صراحة. دجاج يا سلام كيف محمص. شفتوا يا جماعة دجاج الزرب كيف؟ هاي الشبك الثاني. تصور معي شبك. هاي الشبك الثاني. هذا الشبك الثاني. اللي فيه طنجرة الرز. اللي فيه طنجرة الرز، برضه الرز على ال بكون على الزرب برضه بنزل لتحت. وهوك مع سكة ترفعه. هيو بنزل. يا سلام. ها هذا الرز الطنجرة تحت، طنجرتين مع بعض بيحمل. والله الهوك هذا طلع شبكين مع بعض، شبكين مع بعض. هات نصور هيك من تحت. طلعوا الدجاج وفي جزر، في خضرة. شايفين
شايفين كيف هذا حاطط سكه مع تراك مع هوك حبيت كله على الاصول عندي هذا غلط كثير مستعجل حبيت عندي هذا غلط كثير يعني ساكنين فوق المحلات الله يعينهم لسه في بيوت يعني في ناس ساكنين هون أجواء حلوة اليوم هاي شارع الصناعة هناك والمنطقة الصناعية اللي مشهورة في بيادر وادي السير السيارات في هون منقوش ومعجنات لبنانية ملك الفلافل هذا محل مناقيش شايفين يا جماعة هاي هذه اللي بلحمه اه عندنا هي لحمه بعجين وعندنا لحمه بعجين كرزوني دجاج مع الفريدو اه اوكي مسكر بطريقه هاي اه اوكي هلا بده يعملها خلينا نشوف المحل انت عندك اكثر شيء معجنات يعني مناقيش وصفيحه و هلا بكي ما مميزين في الشغلات اللي هي السندويشات الرول بالعجين برضه بنسويها اه اوكي يعني وايش بنحطها على الجيم بنلفها رول وايش في بالساندويش بكون عادة ممكن تاخذ دجاج ممكن تاخذ زنقه في تركي سلامي هودوك خيارات متعدده عنده جميع انواع الفطاير وهي في فطوره النوتيلا هلا بتدخل دورها على الفرن خلينا هنا بس انا بستنى صراحه يطلع شيء من الفرن عشان نفرجيكم هذه آلة العجين بتشتغل اللي بتعجن بتطلع العجين حل بسيط هذا المنيو باختصار خلينا توقف المنيو شوي ايوه يعني هي منقوشة الزعتر قد ايش السعر مثلا هيك ناخذ فكره انا الزعتر حسب اللي شفته 75 قرش 75 قرش منيح اسعار يعني اسعار شعبيه انا شايف ومن هون من هذا المكان بتنتهي جولتنا لهذا اليوم أرجو أن تكون الجولة قد نالت إعجابكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات الواردة بهذه الجولة واستمتعتوا فيها سواء كانت من ناحية ترفيهية أو ناحية ثقافية أو ناحية سياحية وإذا كان أعجبكم محتوى القناة أرجو الاشتراك والإعجاب والتفاعل بنشوفكم إن شاء الله في جولاتنا القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.